نتابع هذه الصور التي تريدنا من العاصمة البريطانية، حيث امرأة مسنة تزهس 5 أشخاص في شمال العاصمة البريطانية لندن. لا معلومات إضافية حتى الآن حول ما إذا كان هذا الهجوم هو هجوم عرضي لامرأة مسنة تقود سيارة بشكل ما، ولا يوجد أيضا معلومات إضافية بشأن طبعا بالتأكيد هناك 5 إصابات، ولكن لا تأكيدات بشأن وجود متوفين من بين هؤلاء الأشخاص الذين تم دهسهم أو إصابتهم من قبل امرأة مسنة في العاصمة البريطانية وشمال العاصمة البريطانية لندن تحديدا. وهذه الصور المباشرة التي تأتيكم قبل قليل من موقع هذا الحادث.